Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eyyuhel ihvetul keram, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. La akal zil ma'kul. La raison et la logique. Ayet mesen, ila kazen hsubli, Rabbi subhanu mizag di khlaq. İfkeyeg den ni'am, التي لا نحصيها عددا يون رزمير دينا اذ يحسب اذ يحصون اذ يفكازال ياك النعم اذ يفكى ربي ايوم مذان الانسان يفضليث في سائر المخلوقات لانت الجمادات ظهروا ذاكال ذين شوفان لانت النباتات والأشجار الحشيش طجور سعند خصائص تسعة وزرو أنا لي درجة الثالثة الحيوانات أو كذل الذيور تجي درجة أعلى من بعد أدياس نكوني أدياس الإنسان بهذا الترتيب الجمادات النباتات الحيوانات وبعدين أدياس الإنسان بنو البشر ويضاك مسخرة للإنسان كل شيء سخريث ربي ومذان أما ذي خيال أما ذا زرو أما ذا التجارة أما ذا الحشيش أما ذا الذيور أما ذا الحيوانات وربي القرآن يناد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يوثن النعمة ونزميرالا لانسي نزاليس ولا نحمد ربي على جاليس سي النعم يغدفك ربي نعمة العقل 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 يفذريه دا ربي ذي القرآن في عديد الآيات أكثر من 1000 مرة ذا شهر نفهم أكثر من 1000 مرة يتعود السد إما بلغة يعقلون تعقلون أو وظائف العقل من النظر والتدبر في قذقي وظائف العقل ألا غشو يخدم سيسنسي الآيات أدنوي مثلا ذي سورة البقرة الآية 164 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار المذي ثجرا الآية 164 ربنا دل آيات لقوم يعقلون أين كدنا ربي خلق السماوات جنوان القاع ذرار البحور الذيور أكوين دينا وكذا قيد الآيات ولكن واثنت فهما وين يسعى العقل ويستخدم العقل خاطر الزمر في ندم هذه يسعى العقل في استخدام راه يجث يجمد سيسر يمد جمث يستخدم ألما يموت لذلك لانت الآيات تحرك العقول اللغن آيات تحرك العقول تحركها تستفزها لذلك الآية يوم السلام الآية 164 من سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض سبحان الله هذه جنوان يا جماعة الخير ماشي ذا شوية ذي جنوان ذي القاع والأرض مدينة الأرض الأرض ذي الكرة الأرضية فين سيدير نكون إياك ولكن ما نلا ذي سيلان جوامع إخامن اللوزينات البحور يسفن لاوانصر الطجور كلش كلش وقاد يدرن وقاد يموثن يكون اقلا غنسيدير سفلى بوكال قاع اما رنمث ذا اقلا بوكال يعني اسم دياز ذاك اللي غي شن راه غي يتشن نتا شي سير ذم ثم زين القوث ذو كذاك الزراعه في ديفك وكان سيدنا ربي
ولكن ذا غاك يلاقي من مين موت أغشي عن سهل هكا سوكاكال سهل أما ذو قاذي موثن أما ذو قاذي تسيذيرا سفلا بك اليوم أرض بدين ربي سبحانه الأرض وقد ذكر في القرآن مرارا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إذا كذواس آية تعاقب الليل والنهار آية من الآيات العجيبة خلق ربي إذا كذواس إذا أكذواس تكمل الآية ألمت يختم إن ربي لآيات أمومي لقوم يعقلون وقد استخدمنا اللغة نسن وقد استخدمنا العقل نسن الآية الآية 164 شوفا ذي الآيتين إذ يسم ذي سورة آل عمران الآية 190 والآية 191 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب لآيات وقال سأل العقل وقال استخدام العقل إنسان لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أما شي كان سيذيرا خدم اللوزينات سعيشين خامان أفكات أفسي سدو طيارات أم بعد ولو ما إلا نجرد حياتنا من الذكر لا معنى لها الدنيا السارة الزال السارة القيمة ما إلا نكسس العبادة والذكر لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كمل ويتفكرون سوى شو سوى اللغنة سلمخنة سلعقلنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سورة العمران الآيتان 190 والآية 191 عن قيم كان دي القرآن أدنى ولا ينظن ذي سورة البقرة الآية 256 تسد بعد آية الكرسي مباشرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سلا عقل أم ماشي سلا عقل لو كان ماشي سلا عقل أم كيف أثمي يظهر الرشد أكذ الغي ير الباطل أكذ الحق ير الهدى أكذ الضلال إلاق العقل سلا عقل إنزم أنسين ربي عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي العقل زنسار أغدي من ربي سبحانه سوى شاثني السين لو كان ماشي للعقل لذلك هذه الفقه القاعدة الذهبية العقل مناط التكليف وينهم يفغ العقل سقرا الظال غوزومنا الزكاة ديزكي خاطر الزكاة وعاؤها المال يسعى الولاية إما الولاية إما القوامة والتقديم إما الوصاية ثلا أطر شرعية أيضا مقننة في القوانين من أجل رعاية هذا المجال اللي هو مجال المال اللي هو الزكوات فجي أوعيتها المال بجميع أنواعه ولكن العبادة نظن خاطئ فظل رمضان العقل مناط التكليف قاعدة ذهبية العقل الآية 256 من سورة البقرة ربي سبحانه يناد إن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بعد تتمة الآيات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا إلى آخر الآية أدنغال الآية نظن مثلا ذي سورة فصلت الآية 53 ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق لونيفير الآفاق في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم أنه الحق. ما شاء الآية جي واحدة سا أتخذ من إمذانا أتخذ من الله غنسنا ذي سن ربي يقينا ولا الشك يقينا يوث الآية ثاني الآية 53 من سورة فصلت سنريهم تواليو ثامو غريث مخلف سمحي ثامو غريث مخلف إلا وين يغرى الأسترونومي يسعى الوسائل يتولى خيرنا ولكن يتوالي يتوالي سلعين المجردة سوال نيس يتوالي سلعين الوسائل يقسان تسا يغرى ثنت يسني ثنت إما إلا وين يغرى الأسترونومي ورسينا الولو يكفي النيس كان دايا خزر كان ولي كان ذرار ولي جنوان ولي العين صربا ما نكي بدي تفرس قذرار ولي كان دايا سخدمة لنيك سخدمة لغي أتي السند ربي يقينا الدليل الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أن وحد ربي أن سخدمة لغي نغذي نغكان إل سجم كيت مسلاي أم الزغم كيت ميزير لصواث كلش جهاز التنفس أمشي نسال النفس القثني مثل شقعك إني نغنان يا أخي ولا شو في ذبع عندي ولا في ظفرة كثير لي فيتامين خاطي فكيت سيميك إلى جهاز خاص ضربي سيدي خلقا شيء عجيب غرين تفغيض ذي المحال التسنض أكو أين يدي خلق ربي أما ذي جنغ مارجر العلم مقار لسبيسياليتي دقيقة زي كانت سفو طبيب جينيراليست ميثورة خاطي لاني جينيراليست بيان سور كل يوم سوى زاليس ولكن ذي التخصص إلا تخصص يكون لي دومان ماشي كان ديال لا ميديسين ديال لا بيولوجي ديال لا جيولوجي ديال الاسترونومي ديال الجغرافيا ديال التاريخ ديال علوم الشريعه ديال علوم علم النفس لا بسيكولوجي لا سوسيولوجي ياكل علوم يعني حذاري ينادين العلم كي فواكيا العلم ربي دا غر اقرا خاطر القرايه كثاوات السن ربي ولكن استخدم العقلي أتسوضة السن ربي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن دغلغ الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أتسن ربي بإذن الله النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق سوالا أدر نغ الآية النغ آيات ممكن ذكر 700 800 900 عادي ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ذي سورة الأنعام الآية 151 151 خاتمة ينس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سورة الإسراء الآية 85 ويسألونك عن الروح أذغى ذا قيث وعر من يحتاج فقيث وعرك الروح أندث للروح أنا عامي والزرام الروح مرث روح ليش يقدرون نقارس وليش نروح ما معنى الموت؟ الموت فراق الروح للجسد. لا ديفينيسيون من الموت. ذا شو لا ديفينيسيون لهلاك. فراق الصحة للجسد. هزمرت ما تروحك ذي. الله غالب تروح تزمرت. أكوني في كربي تزمرت من تزمرت. مثالي. ما شاء الله. إيه ما تروح تزمرت ذي. يروح يزرين. لغوي تولي ريفافيس كل شيء يروح فين قالوا ذي الموت ما معنى الموت فراق الروح للجسد ذي لم يكون حصان باللي الروح
ذ نتساف إدي تساكن الحياة يومذان. لذلك نجموث بنادم يوم دينا غوري سعال كوراجة في جد بخان دي فريجيدير إلى قاس سيني روح الروح فروح غاس عزيز فلي ولا الشيني روح التويض سكال وكال الشيني مرحبا اسميث تيديرو السثور افطروا اف سانك ثورا افكر اف ان ذاين السثر ولا شوك السثر نكثر مغالا الحمد لله الحمد لله اني ربي سبحانه غادا يكوني على ذكر الازكى فقي نعمه من النعم نعمه تنقى ان احمد ربي ان اشكر النساء في مقبر ولي بغادي يصير سقسي وياض ان دا سانا غفل ذا القران التفضيل ساعه 25 سنه ديال عمريس يتسيدير ان دا يتسيدير دي فرا في مولة الفراني ذا شو ذا غفل كي قار مريم ثغان دا توزكايو ذا غفل بس يساول ديون 25 سنه بالضبط يروح لطرونجي يبضي فانا هضرنا في فوز شوان إذا غير السودين كثيرا كيني مريم ثاغ أن دار انطلاق مي غاس مثال هذا شو كيو غن خير الشرع هناك والو إني شوفوا أختي ذا غفل مي غاس الحمد لله مين نكون نسعى غفلي نكون يولي فغادي مثالي نورمال نسعى زكوان الخير الرباح إلا ولا يغيزن وكد الصحراء مين با يلزم البالا هو نسعى يروج ذا القران قرني يروج ننسعى ماشي لا واقي ميان دان يظن دغفل إلا قد شروضا زكا عسلا دات الكرا إلا قد سيرونو في ليض الكونترا نغا تغضى زكا إلا الشك مما تغضي إلا قد تعصب أداوين ويضا تنطلب قمكانيش لغ قمكانيش ديش نغم باباي لومانيتي الإنسانية أتصي سيخصن برمي أشو سيخصن دوا فناد مسكنا القيمة يساد غوري وندي الفتوى يركب التيارة ذان كاتور يوغال لكن كني صرغ 30 ألف ميت 30 ميل يقرغان فوفوسيو في الصرغاين ورزرار غرس نورمال ذو الخدمة ما قال لك يروح المساكيت يروح يروح ذا خدام وخلاص يحس بيس الخدمة نورمال امشي كا إنا يشولي وري قفيلة لا اللاغي وري قفيلة لا مثل الخدمة يغالي يهلاش يغالي شم بون يفكي دوتوريزاسيون باش يضحكو المعنى ما بالو أقوام هذا منهج نبوي 30,000 هناك خدمة الحساب سلي ستاتيستيك يا سبحان نحمد ربي نكون الدين نغيناد فنادم مكرم حيا وميتا لو كان صغير صدى فضل أزكى غيسعى القرن حاذرة ترزض إغسان بين يموثن سانزال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خرجه الإمام مسلم إن كسر عظم الميت ككسره حيا حذر ترزض يسأل الحرمة يزجوان سان الحرمة ذي خامن نسان أزكى ذا خامن بني موثن أما كن يخامن بوياض سان الحرمة يخامن بوغا ذي موثن سان الحرمة وربنا في سورة الإسراء الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم وكرامة الإنسان في آدميته بسم الله ما شاء الله وين غادي خلقني ديف كان كرامة يوم ذان لا تريما كلكم لآدم وآدم من تراب أدو غالا الروح الآية 85 من سورة الإسراء ربي يدوى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أسم لي لك مسني مسنون ذي الدنيا رب اسمي قرأ ذي الشويط إلا قليلا إذن مثلا ذيني مي مزورة القبال نغي مزورة الجذوذ النغس خذا من لا عقل ذي المعقول لا ريزون إلا لوجيك ذيني زائس عن نظر الشرعي سلام الآيات دي غاود على الاقل زعما دار 800 900 ايه عادي اذا تكون في الصوره الواحده اصفض العجب صوره الذاريات
الآية السابعة والسماء ذات الحبك. الآية كي فهميت مليح إجنوان. الآية رقم 20 وفي الأرض آيات للموقنين. الآية رقم 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين. استخدم المخ كاللغي بني البشر أرقص تمطوط ذكر أنثى ذي البشر ذي الحيوان ذي النبات ذي كل شيء لآخره. ومن كل شيء صيغة تفيد الاستغراق والشمول. الآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أسقرث مسند زاد نغوالو بارابور أرث مسند ربي سبحانه لا شيء ذيني دين ربي ومما لا يعلم ولا يردين كي باش نزر باللي أين سني مسنون أين رسينا أكثر بين سنن. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الآية رقم 50 ربي ندفى فروا إلى الله أنعامه في الصورة نفسها الهربة أني ولا نرول ربي مباشرة ففروا إلى الله. الآية 50 الآية 55 ربي دي قروا ذكر اسمك تيد ولاش وراكينين كيني حواج غرا اسمك تيد أبدا غراشو تغرضو السنظارة افهمشو تفهمو تفهم ضارة حذاري ذاكيك صروحو العوج التضييون سنكيني غرير ديجا سيغ الباك ميم لا ليسونس سيغت هادي بدو العوج كيني قال سليمان عازم تورا ملي زاد القراية ثروية العقلية وثروي فعلا إلا وان دار القراية تذنو إلا وان دار تهدو إلا وان دار تزيزدي إلا وان دات سلوغو إلا أو سورتو الجهل ما يزدغ قلغ أنت مسني ذيني من ربا غدي قار في الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رحت كان سلحقا يوث يوث ثلاثين فهم ثمسة العقل ذي المعقول أنو حط التطبيقات العملية لا تيوري لا براتيك شلون نحط التطبيق العملي. ممكن تفكر ألف مثال ألفين أربعة آلاف مثال عادي وفي جميع المجالات أنظر دور العقل ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. بعض الأمثلة أنا ذو كان سيد شرعي ذي الشرع لنت الأدلة النقلية الأدلة العقلية غير أي كتاب الأدلة النقلية القرآن والسنة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبصف الأدلة العقلية هنداس خدم العقل هنا قصهم العقل أكثر من ألف آية عند ربدي قصهم مثل العقل نون. لذلك عباس محمود العقاد كبار الأدباء يخدم كتاب رائع اسميس التفكير فريضة إسلامية يقرأ الكتاب من عنوانه التفكير فريضة إسلامية عباس محمود العقاد الله يرحمه. ذلك كيف مثلا استخدم العقول أليس كذلك؟ سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب لف في حياة الصحابة شيء عجيب. معاذ بن جبل مثل شجاع النبي صلى الله عليه وسلم قاضي إلى اليمن سنمك القصة بما تقضي بين الناس بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله فإن لم تجد إن سجتهدوا رأيي ولا آلوا أسخدم الأقليو لا أدخل جهد أسخدم الأغيو الأغني عمي سدفك ربي أسخدم فاش في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الإمام الشافعي أول من ألف في علم الأصول كتاب الرسالة في هذا الإطار اقرأ كتاب من خلدون الصفحة 424 على اليمن الصفحة اليمنى من كتاب المقدمة 424 ولما أصبحت العلوم فنونا هكذا قال افتح القوس ولما أصبحت العلوم فنونا
ظهر علم الأصول وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. أغلق القفص. الله يبارك. علي بن أبي طالب يروح هذا الجمعة مساء الجمعة ديال الكوفة، ثم قال له ثم الطوس ناس يا أمير المؤمنين يموت ورقازي ويجيد كيني يجد كذا يجد كذا يجد كذا، إلى قاسي خم الفريضة نسي يروح هذه خذ خطبتين جمعة إذا غا يخدم رسالة كالكاتريس العقليس حساب الذهني إفراتي في كاس الجواب ذي الخطبة. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا وإليه المآب الرجعة ولكل امرئ ما يسعى المسنة وصار ثمن الزوجة تسعة. أسمس تفهم نساتك بعض الصحابة هم شرف فهم ثمن تسعة أن ويتيام يغاد النافيام وي خطر ثقي قضية العول والعول قذر في عهد عمر، ولكن أول مسألة تعول في علم الفرائض ولا مثيل لها في الدنيا عبر التاريخ عول 24 إلى أصل 27 ثم طوث بين أن ويتيام 24 أصل مسألة 24 ثلاثة من 24 سي أن ويتيام واحد على ثمانية طرواسي 24 سي أن ويتيام، ولكن بيسك عالة المسألة ثغل 27 ثغل 18 تساوي 3 سي 27 طرواسي 27 شحال ثغل النافيان اضغي في كاس الجواب. واشتهرت هذه المسألة بالمسألة المنبرية من على منبر الكوفة اشتهرت بذلك. إذن تكفي الإشارة الأدلة العقلية والنقلية وتفهم القياس وتفهم إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة تدوض على علم كبير. الله يبارك أدنو غال أرتقاذنا نكني في زمان قلنا ثموسني يكفي التطور ثموسني مليح علم سلع عقول ولا عقل ثموسني يكن الدكولا علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرفة. أنا عمه هل كان مشيدني كم كثي السن مربي لقي كل يوم يسعلي زارقيمة. فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه التصفى. إنيس ربي مدي وصف إيمانيس أم كدي وصف إيمانيس سل علم نرسل عقل ذي الآية مثلا 13 من سورة النساء إن الله كان عليما ودينا عاقلا عليما حكيما حكيما. والحكمة من ثمرات العقل روح سورة لقمان الآية 12 ولقد آتينا لقمان الحكمة صجاس العقل ذي المعقول. أم بعد فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نعم استعرف. إذن العلوم تتطور باستخدام العقول. أخيرا لجدوذ النغ استخدمنا اللغة السم مليح تشرعيت الله انطلقوا سي تشرعيت خدم النظام في ذرة السم على سبيل المثال ليس على سبيل الخسرة في معمرين ذي زيك ولا شوك الشفان في معمرين النغ صغرين العلوم أصف 18 20 موديول صغرين ذي في معمر ذي الوقت ني ولكن السغد يسيون دين غديني ألخن في معمر ثم زيك سينغال لا تستطيع فدل السيستام استخدم اللغي كما كان استخدم النثني عادي. الوسائل تتغير قاعدة الذهبية الوسائل لا حكم لها الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد قاعدة أخرى أن المقاصد فيها ثبات أما الوسائل فيها مرونة. بدل غير بدل عادي زيك نقرع قيس سوالا ولاش تليفون أساقي الله يريف السن الوسائل تتغير عادي ولكن الأصول القيمة أصول
معنى ممكن أساقي سوالا غنغ ما نسخدميه نزمرين قرزتي مع عمرين نغد خدمت أكثر نزيه ماشي كان نزيه ولما لا نفس الشيء التنظيم داخل نتا الدار الخدمة من تجمع تجمع في العقال وكذا يمسوق نتا الدار أرقى ما أنتجه العقل البشري في العالم تجمع في القبائل مختصر اللي بغى يقرا يقرا اقرا تاريخ النظم القانونيه في جميع الحضارات عند الفينيقيين الاكاديين البابليين الاشوريين الرومان كاع الاغريق اتفضوا لا شمن كوني ذي النقطه ولكن تجمع تتصل اهدافي سا مثلا لامين مثلا لوكيل مثلا طامن مثلا مي طريقه مشات تخدم الى قاضي يبدل عادي مازيكا في تونس خيط اكلينا الفلاني ثم زرتين الفلاني اثورا نو ثورا كينيك حوايج جي بي اس باواس دان اكسبير فونسي اغري اسا تمشيت عادي معنى الاهداف هي الوسائل تغيرت ونزمرا ساكينوه دي للعالم هديه كبيره هي هذه وقد تمت هدايتها بالمناسبه يعني في مؤتمرات عالمية يطلبون منا باش نحدثهم عن هذه التجربة التاريخية الرائدة للتسويق تسويق هذا المنتوج ولكن يحوج لغا تطوير تتكذر كنا كنا قلنا لنبالج لقاتي في الدار إذا نسعى كثيرة في ويزي ينبوال إيه في ويزي تخوص أساقي في العالم في أمريكا في الدنيا كامل بلدان العظمى كامل يقاول لا شموكي القطاع الثالث يشد على الأوقاف والحبوس يشد على العمل الخيري وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الآية 77 من سورة الحج فاستبقوا الخيرات الآية 148 من سورة البقرة خذ مثل الخير القطاع الثالث جامعات كبرى أصلها قطاع خيري عمل خيري ساعتي ويزي يكون إنسان نظام اللي موجود يحتاج إلى تطوير وهذه مسؤوليتنا خطرنا الذي جودنا نكني كل ويسع جديس وياض لا ننكر الحضارات كان بينتهم علاقة الأخذ والعطاء أي إنسان لها في دناوية إنسان لها أثوين نورمال مثلا كي لقنا لي في المستوى لن تغير لقنا في الدول إنسان تشرعي الله تجدي الله التاريخي الله كل شيء الله خص حاجة سي سرخت ما الآية 11 من سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أغيفك ربي العقل ذي المعقول جيغم ثلوث السلام ربي في اللهم